اللقاء الأول بسيادة سيادة هلالية. نعم وفرص كثيرة ضايعة للهلال لم تستغل خصوصا من الإيطالي جوفينكو. أعود بالصوت والصورة للزميل خالد القحطاني، تفضل لك الكلمة. هاد شكرا للزميل خالد الحدي. إذن المشاهدين الكرام، انتهى شوط المباراة الأول كما بدأ سلبيا، وكما توقع الكابتن يونس علي بأن الشوط الأول راح يكون سلبي. نعم كانت هناك فرص، نعم كانت هناك محاولات، نعم كان هناك تهديد وكانت هناك خطورة للهلال، ولكن يونس أولا توقعاتك صدقت، ثانيا سيناريو سيدني قاعد يتكرر من ناحية ضياع الفرص. أولا توقع من عند الله سبحانه وتعالى، احنا نجتهد ونقول، لكن نقول العلم عند الله. شوط أول مميز بالنسبة لفريق الهلال، الفريق قدم كل ما يمكن أن يقدمه من خلال المباراة النهائية، خلق فرص كثيرة، لكن اللي كان ينقص الهلال ترجمة الفرص الكثيرة اللي تاحت له، فرص كانت سهلة جدا خالد في الشوط الأول. اللي ميز فريق الهلال اليوم تعامله مع المباراة في حالة الاستحواذ، في حال الانتشار كان مميز جدا، حتى احتوائه للهجمات المرتدة اللي كانت موجودة بالنسبة للفريق الياباني، ما شاهدنا إلا هجمة واحدة خطيرة كانت بالنسبة للفريق الياباني. الهلال متى ما كان في تحول سريع، وخاصة في استرجاع الكرة عنده تحول سريع جدا، وقدر انه يخلق فرص كثيرة، لكن ما توفق جوفينكو في ترجمتها. اعتقد الهلال في الطريق الصحيح لكسب المباراة هذه، لكن تبقى المباريات هذه مباريات يعني لابد انك تسجل فيها من انصاف الفرص، والهلال حصل على فرص كثيره. اليوم اعتقد الفريق الياباني راح يدخل الشوط الثاني بمعنويات عاليه، خاصه عطفا على اللي قدمه الفريق الياباني، مردود ضعيف بالنسبه لي انا شخصيا في الشوط الاول، محظوظ انه يطلع بالتعادل السلبي من خلال الشوط الاول. نعم ضيع الفرص والوصول للمرمى وفي الاخير اللمسه الاخيره المفقوده، شنو سببها؟ اعتقد تسرع لاعبين الهلال، جوفينكو ثلاث فرص محققه داخل منطقة 18، تسرع في بعض الكور، اهدار فرص كثيرة الشوط الأول. أعتقد لو الهلال استثمر هذه الفرص كان بيطلع بثلاثة بأربعة، أربعة أهداف في الشوط الأول. الفريق الياباني مثل ما شايف يمكن فرصة واحدة جتها الشوط الأول ما استغلها. طبعا شفنا الهلال ضيع فرص كثيرة ما استغل الفرص هذه، كل ما يتأخر الوقت على الهلال كل ما يزيد الضغط على فريق الهلال، كل ما يزيد الراحة عند فريق أوراوا يحاول يأخر اللعب قد ما يقدر. شفنا البطء الموجود في دفاع أوراوا رغم أنهم يلعبون بخمس مدافعين، تغير الخطة من ثلاثة إلى أربعة واحد، لنشوف في الشوط الأول قاعد يلعبون بخمس مدافعين ثابتين مسكرين على الهلال المناطق، ما يخلون لعيبة الهلال يستحوذون أو يشوتون برا 18، لكن شفنا في فرص كثيرة للهلال، وفي بطء كبير في فريق أوراوا. فريق أوراوا أعتقد أنه كأنه قايلين نخلص المباراة إحنا مدافعين، فرص كثيرة إذا الهلال ما استثمر الفرص هذه أعتقد المباراة بتروح عليهم من الشوط الثاني. طيب أوراوا يبي يطلع بالتعادل ويحسم ويكون الحسم في اليابان؟ اعتقد ان فريق اوراوا مثل ما احنا شايفين الشوط الاول، فريق اوراوا مسكر المناطق كامل، يلعبون على المرتدات على فابريسيو، ومثل ما انت شايف هذه هجمه فابريسيو الوحيده اللي في المباراه، وكل اعتمادهم طبعا على فابريسيو، كل كوره تجي عند فابريسيو لانه هو الحلول كلها عنده موجوده. فاعتقد ان فريق اوراوا ما عنده شيء يخسره في المباراه هذه، اعتقد ان حتى تفكير الحين ان الدوري اعتقد انه خايف من الدوري، لكن امل الكبير كله في المباراه هذه، فاعتقد انه ما عنده شيء يخسره فريق اوراوا، داش المباراه هذه وامله انه يطلع بنتيجه ايجابيه من ملعب الهلال. اعتقد الشوط الثاني راح يكون في تغييرات كثيره في الهلال رغم ضاعت كثير من الفرص، اعتقد ان الشوط الثاني فيه تغيير كبير في الهلال وزياده الضغط الهجومي وعدم اضاعه مثل الفرص هذه، لان اذا اضاعوا الفرص نفس الطريقه لفريق الهلال اعتقد راح يتحسفون عليها كثير في مباراه الاياب. نعم يونس، الحين في ظل الطريقه اللي قاعد يمشي فيها فريق اوراوا، هل هو يعتمد على انه يبي يخلص المباراه
على أقل تقدير بالتعادل السلبي وإذا جاء هدف من مرتدة أموره طيبة، ولا إهي مسألة استنزاف لطاقة لاعبي الهلال في شوط المباراة الأول، تكتل دفاعي استنزاف، والشوط الثاني راح يكون له رأي ثاني؟ فريق أوراوا يدرك أن مواجهة الهلال في الرياض صعبة جدا، كون الهلال يمتلك أقوى خط هجوم في البطولة ب 23 هدف. اليوم تتكلم عن فريق يضم الكثير من النجوم في فريق الهلال، نقطة من ملعب الهلال مكسب يعتبر للفريق الياباني، لكن أعتقد الفريق الياباني راح يعمل أولا على الحفاظ على النقطة اللي موجودة عنده، وبالتالي البحث عن نقطتين من خلال هجمات المرتدة ومن خلال الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة في فريق الهلال أو من الكور الثابتة. باستثناء الحالات هذه أعتقد فريق أوراوا عنده صعوبة كبيرة أنه في عملية التحول، عنده صعوبة كبيرة في فرض أسلوبه في أرضية الملعب. فريق الهلال مستحوذ، فريق الهلال منتشر. أيضا الفريق الياباني متى ما تقدم وفكر في المبادرة، فكر في الاستحواذ، فكر في التقدم أكثر للهجوم، خط دفاعه يعاني بشكل كبير، في بطء كبير. كاريو قدر يستغل مهارته، سالم الدوسري قادر أن يستغل سرعته. في وجهة نظري تقدم أوراوا والبحث عن الهجوم أو البحث عن الهدف أعتقد في مصلحة، راح يكون في مصلحة الهلال في الشوط الثاني. نعم. طيب إحنا عندنا الحالة الأولى اللي كنت طلبتها في الدقيقة 13 لصالح فريق نادي الهلال، نشوفها مع بعض مشاهدينا الكرام وأترك لك تعليق عليها. خالد تتكلم عن عملية التحول اللي كانت موجودة بالنسبة للهلال. الهلال متى ما كان بطيء في التحضير، متى ما يعطي الفرصة للفريق أوراوا أنه يتكتل وتكون في 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 العمق الدفاعي يكون في مشكلة. شاهدنا بعد استرجاع الكرة مساحات بالنسبة أكثر من يعني أقل من 3 تمريرات قدر جوفينكو يحصل على فرصة خطيرة، قدرنا فريق الهلال يوصل بسهولة إلى منطقة جزاء فريق أوراوا. نعم، إحنا لما نشوف مثل هالحالات هذه، نعم تمركز دفاعي، نعم فريق أوراوا منكمش دفاعيا، ولكن تبقى الثغرات موجودة، تبقى المساحات الكبيرة والفراغات. مثل ما قال يونس الفريق ثقيل، يعني حتى محاولة الضغط على حامل الكرة مش كثيرة ومش إيجابية. اعتقد مثل ما انت شايف مدافعينهم اثقال، والهلال يملك لعيبه مميزين وفيهم سرعه وفيهم مهاره اكثر. اعتماد الهلال في المهارات وفي السرعه في اللعب للامام اعتقد انه راح يخلق فرص كثيره لهم، لكن الاهم شيء ان التركيز في في في, في الفرص، التركيز في التسجيل، هذا اهم شيء ما يبيه الهلال. الهلال يملك لعيبه اطراف مثل كاريو ومثل سالم، لعيبة مهاريين وسريعين يقدرون يعدون من اللاعب ولا لاعبين، فهذا المفروض يستغل الهلال أكثر، واستغلال جوميز في البوكس أعتقد أن الهلال الشوط الثاني راح يكون مغاير إذا اعتمدوا على السرعة. نعم. في الهجوم على المرتدة والاعتماد على المهارات الفردية أعتقد أن الهلال راح يكون مغاير في الشوط الثاني. نعم. فهد أنت تكلمت عن الفرصة الوحيدة لفريق أوراوا في الدقيقة 16، بطلع بعرضها عليك وأترك لك التعليق الفني على هذه الحالة. اعتقد ان فريق أوراوا عنده اعتماد كبير على فابريسيو، اي كره عندهم راح يلعبونها الى 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 فابريسيو، لان الحلول كلها عنده، خصوصا ان لاعب مهاري ولاعب قوي، وهذا الاعتماد للكثير. شوف اللاعب فابريسيو الاعتماد على قوته الجسمانيه وعلى مهاراته، فهذه وتحت فرصه حق لاعب يجي من تحت المهاجمين الى التسديد، يعني كانت فرصه خطره لفريق أوراوا. اعتقد ان فريق أوراوا اعتماده كبير على فابريسيو في هذه المباراه، لان الحلول اعتقد ان كلها عنده، فاذا الهلال لازم يسكنون على اللاعب فابريسيو، عدم اعطائه فرصه او اعطائه مساحات كبيره، اقرب لاعب يكون لاعب معاه من تو مان، عشان لاعب قوي لاعب مهاري، اعتقد اعتماد كبير من فريق أوراوا على هذا اللاعب. اعتقد لو وقفوا خطوره فابريسيو اعتقد ان خطوره أوراوا راح تنتهي. يونس احنا نتكلم عن ثقل مدافع او لاعبين فريق نادي أوراوا، ولكن شفنا مثل هالهجمه هذه في من الدفاع، ارتداد دفاعي من الدفاع للهجوم، محاوله هجمه عكسيه من 5 لمسات وصلوا الى الى الى, إلى المرمى. يعني لو فريق أوراوا استعجل شوي ممكن يكرر مثل هذه الحالات؟ أعتقد كل العوامل اللي تتطلبها الهجمة المرتدة كانت متواجدة في 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 في, في العملية اللي قام فيها فريق أوراوا. فريق قدر يستخلص الكرة، انتشار العرضي مميز كونه يلعب ب5 مدافعين، طلب الكرة أو تمرير الكرة إلى الأمام كان بشكل مثالي جدا، واستغلال مهارة دا سيلفا على الجهة اليسرى. أعتقد فريق أوراوا يبحث عن المساحة، يبحث عن الهجمات المرتدة، لكن اللي ميز الهلال في معظم اوقات الشوط الاول
عملية الضغط بعد ما كان يفقد الكرة، ارتكاب الأخطاء بعد ما كان يفقد الكرة الفريق الكرة. في مثل هذه المباريات لابد قراءة المنافس والعمل على الحد من خطورته. خطورة فريق أوراوا هي الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. متى ما كان الهلال تعامله جدا مميز مثل ما شاهدناه في الشوط الأول في عملية احتواء الهجمات المرتدة، أعتقد قادر أن يقلل من خطورة الفريق أوراوا في الشوط الثاني. لكن سيناريو الشوط الثاني أو وضع الشوط الثاني أيضا ممكن ما راح يكون مريح بالنسبة للهلال. تعادل سلبي. راح نتكلم عن الشوط الثاني بالتفصيل، ولكن باقي لك الحالة اللي كانت طلعت في الدقيقة 29 بالنسبة لفريق نادي الهلال، وفرصة أيضا من الفرص، كمية الفرص الخطرة اللي لفريق الهلال. الهلال متى ما وجد المساحة، متى ما كانت كورته سريعة، ومتى لعب على التحول السريع مثل ما شاهدنا في الدقيقة 13، قادر أنه يوصل بشكل كبير جدا. تتكلم عن ممكن في أقل من 10 ثواني يصل الهلال إلى مرمى أوراوا. ياسر الشهراني من الجهة اليسرى بتواجد في عمق الملعب، فرصة ممتازة وسهلة جدا لجوفينكو أضاعها. أعتقد في مثل هذه اللقطات الهلال قادر انه يلاقي المساحة. نعم. متى ما الهلال أخذ وقته في عملية التحضير، يتراجع الفريق الياباني بتسع لاعبين خلف الكرة، فبالتالي صعب جدا انك توجد المساحة. الهلال اليوم كان مميز، تعامل مع حالات المباراة بشكل مميز جدا في الاستحواذ، في التحول. نعم. حتى في الكرات الهوائية والكرات الثابتة كان مميز فيها، فقط كان ينقص الهلال اليوم ترجمة الفرص اللي كانت موجودة في الشوط الأول. يعني مثل هالفرص هذه من داخل المرمى، هذه تعتبر من أخطر الفرص اللي صارت في شوط المباراة الأول. ولكن من وجهة نظر الشخصية في الدقيقة 33 أخطر من هذه، اللي هذا طلعها من داخل الجول في فرصة أخطر منها. راح أعرضها عليكم وترككم تشوفونها مع بعض. هذه هي الفرصة اللي في الدقيقة 33. الفرصة الحارس هو اللي غير اتجاه الكرة، لأن لو تلاحظ البلاي كان متجه للكرة. نعم. لكن الحارس هو اللي غير اتجاه الكرة، فتغير اتجاه الكرة فالبلاي ما كان متوقعها. يعني طبعا فرصة خطرة من كاريو. في فرص تجي الهلال، لو نقول لك ما في فرص للفريق يعني مسكن، لكن في فرص كثيرة قاعد تجي الهلال. هذا دليل على البطء والأخطاء الدفاعية الموجودة في فريق أوراوا. الفريق الهلال الشوط الثاني أعتقد لازم يستقل لو فرصة واحدة يسجل منها أول 10 دقائق. إذا سجل الهلال في كرة واحدة أعتقد راح تنفتح للمباراة. لكن مثل ما شايف فريق أوراوا كل ما يتأخر الوقت عليه، كل ما يكون مرتاح أكثر، كل ما يستغل الوقت. الهلال الحين انضغط أكثر خصوصا في الشوط الثاني، أن الوقت قاعد يروح عليه بسرعة والوقت قاعد يتأخر على فريق أوراوا. أعتقد فريق أوراوا الحين كل شوي قاعد يأخذ ثقة في نفسه، كل ما يروح الوقت كل ما يأخذ ثقة أكثر وأكثر. أعتقد أن الهلال الشوط الثاني لازم يقط ثقله في هذه المباراة، لكن عدم إعطاء الفرص أو المساحات حق لاعبين أوراوا على اللعب على المرتدات السريعة. نعم. يونس، الشوط الثاني. الشوط الثاني أعتقد من المفترض أن الهلال يستمر على نفس الأداء ونفس الأسلوب، لأن الفريق قادر يوصل، قادر يخلق فرص، قادر يسيطر على المباراة بشكل جيد، ما عليه أي خطورة باستثناء الهجمة المرتدة اللي كانت موجودة في الشوط الثاني. فقط ينقص ترجمة الأهداف. أعتقد جوفينكو ما بين الخطوط لاعب خطير جدا، كاريو على الجهة اليمنى لاعب خطير جدا، لكن على الهلال أنه يلعب نوعا ما أقول لك بتحفظ، يلعب على أنه يأمن هجمته بشكل أكبر، خاصة في حال فقدان الكرة أنه يكون في تأمين دفاعي وتعامل يكون أكثر من جيد، خاصة مع الحالات اللي راح تكون موجودة في الشوط الثاني أتوقعها بكثرة، اللي هي هجمات المرتدة بالنسبة لفريق أوراوا. نعم. بالنسبة للهلال نشوف ممكن في تغييرات ولا بيستمر على نفس الأسماء الموجودة؟ لا أعتقد نفس الأسماء، لكن يحاول يعتمد على الضغط على المدافعين، لأن كون مدافعين فريق أوراوا بطيئين، والاعتماد على المهارات الفردية والضغط العالي أعتقد أنه هو اللي سلاح الهلال في هذه المباراة. نعم. الأسلوب اللعب ممكن يتغير أو طريقة اللعب في أرض الملعب؟ لا أعتقد الفريقين راضين بالمستوى اللي قدموه في الشوط الأول. ممكن أكثر رضا يكون فريق الهلال كونه سيطر وكونه خلق فرص كثيرة، حتى على المستوى الذهني والمعنوي الهلال يعني على كثر الفرص اللي خلقها أعتقد عنده ثقة أكبر أنه قادر أنه يحسم المباراة في الشوط الثاني. فريق أوراوا طول ما هو متعادل أعتقد راح يستمر بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، وان طلع بتعادل اتوقع راح تكون نتيجه ممتازه بالنسبه للفريق الياباني. اعتقد المخرج مستمتع بالجمهور الياباني، يعني لقطات مثيره، والجمهور الياباني طبعا ممتع ايضا في تشجيعه، بالرغم اننا طبعا بكل تاكيد الجمهور الهلالي هو اكبر في ارضيه الملعب، ولكن
ايضا لهم متعتهم في طريقه التشجيع اللي قاعدين يقومون فيها. عموما الشوط الثاني بالارقام قبل ان ننتقل لخالد الحدي. ينهي الشوط الاول الهلال 1-0، الشوط الثاني 1-0. اعتقد ان فيها اهداف في الشوط الثاني للهلال. في اهداف للهلال؟ للهلال اهداف، اهداف اهداف مو بهدف. اعتقد اول 10 دقائق اذا احرز الهلال هدف لو ما احرز اول 10 دقائق لو ما احرز الهلال الاول لو ما احرز الهلال اول 10 دقائق راح تصعب عليه المباراه كثير بعد، يعني ممكن يخرج فيها سلبيا او توقع تعادل. نعم. عموما نتمنى نستمتع ايضا مشاهدينا الكرام في شوط مباراه ثاني بصحبه الزميل خالد الحدي. تفضل خالد. شكرا للزميل خالد القحطاني، شكرا لكابتن يونس علي، الكابتن فهيد الشمري. شوط اول توقع يونس بالتعادل السلمي، الشوط الثاني ممكن تكون مع فهيد ان نرى اهدافا في شوط اللقاء الثاني بالنسبه للهلال، عل وعسى ان يحدث ذلك. عموما مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، هنا شوط اللقاء الثاني يوشك على الانطلاق، الهلال في الجهة اليمنى وأوراوا ريد دايموندز في الجهة اليسرى عبر قنوات الكاسي